الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، كل مسلم يعلم أنه إنما قام بهذه الواجبات من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من الأعمال تقربا لله، يريد بذلك أن الله عز وجل يرضى عنه ويدخله الجنة. ما صلى المصلي إلا وهو يريد من ربه أن يرضى عنه ويدخله الجنة. وهكذا كل عامل لعمل من أعمال العبادة إنما يريد بذلك أن يجنبه الله النار ويدخله الجنة. وكل أحد يرجو من ربه في الآخرة ثلاثة أمور: أن يرضى عليه ولا يسخط، وأن يدخله الجنة، وأن يرفعه في درجاتها. لا مطمع للإنسان في الآخرة من ربه فوق ذلك، لما يطمع أن يرضى عنه الله عز وجل ويدخله الجنة ويرفع درجته في الجنة، لأن الجنة كلما ارتفع الإنسان فيها زادت سعادته وزاد هناؤه، لأنه يقرب من الله. ولذلك كان أحب خلق الله إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام هو أقرب الخلق يوم القيامة إلى الله. لهذا قال في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو. هذه منزلة هي أقرب ما يكون إلى الله عز وجل. فالإنسان كلما ارتفع في الجنة كلما زاد نعيمه، لما زاد نعيمه. وهكذا المسلم يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاثة أيضا: يرجو منه أن يرد حوضه فلا يذاد عنه، لا يدفع ولا يمنع منه، ويرجو أن يشفع له عند الله عز وجل فيخفف أو يعفى عنه ويشفع له فترفع درجته. وأيضا يرجو أن يكون رفيقه صلى الله عليه وسلم في الجنة من أهل جواره. هذه يرجوها كل مسلم، لكن هل عمل كل مسلم لهذه؟ هل عمل كل مسلم لثلاثة يرجوها من ربه في الآخرة وثلاثة يرجوها من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ ونعني بيرجوها من نبيه من الله أن يجعل نبيه ويأذن لنبيه أن يقدم له. هذه يا إخوة تحتاج منا إلى عمل، تحتاج منا إلى عمل. ونحن نعمل إذ نصلي ونصوم ونحج ونتصدق ونفعل كل الأعمال الصالحة، لسنا نترك وشأننا، بل هناك عدو متربص بنا، عدو لا يمل ولا يفتر، وهو يخطط ويصبر على تنفيذ خططه الآجال الطويلة من أجل أن يفوت علينا هذه الفضائل والمفاوز. إنه إبليس، فإبليس كما قال الله عز وجل عنه أنه قال: لآتين من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. لا تجد أكثرهم شاكرين ليس معنى أنهم ليسوا شاكرين لا يقولون الحمد لله، لا،
ليسوا شاكرين الشكر العملي، أي ليسوا يفردونك بالعبادة، لا بد أن يدخلوا شيئا معك في العبادة. ولهذا الله عز وجل لما أمر بالشكر ذكره في مقابل الشرك، قال ولقد أوحي إليك، في الزمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ثم قال ماذا؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن الشكر الحقيقي هو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. أما إذا لم تفرده بالعبادة وظللت تقول الحمد لله ألف عام فإن هذا ليس شكرا، هذا ليس شكرا، لأن الشكر الحقيقي بأن تجعل عبادتك لله. ولهذا قال الله عز وجل لآل داود اعملوا آل داود شكرا، ثم قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور أي موحدين، الموحدين قلة. ولهذا لما ذكر الكثرة قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه، يشركون معه وغيره، يشركون الأنبياء كعيسى وغيره، يشركون الملائكة، يشركون الكواكب، يشركون الأشجار الأحجار، يشركون، يشركونهم مع الله في صرف شيء من العبادة لغير الله، وهذا كله بوازع من الشيطان. ولهذا الله عز وجل حذرنا قال إن الشيطان لكم عدو، هذا بيان، ثم جاء الأمر فاتخذوه عدوا، بيّن لك ثم أمرك، فبين أنه عدو لا تتخذه صديق، لا تقبل منه نصح. طيب كيف أتخلص من هذا؟ كيف لا أتخذه صديق؟ كيف لا أقبل منه نصح؟ بأن لا تعمل أي عمل تتقرب به إلى الله إلا وقد ثبت عندك ثبوت الشمس في رابعة النهار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو دعا إليه، فعله أو دعا إليه افعل ولا تخف، فإنه قرب يحبه الله. لم يثبت عندك ورأيت الناس كلهم يعملونه ولا تعمل به، لأن الدين ليس دين تقليد، الدين دين اتباع، ليس دين تقليد، والاتباع قرين التوحيد، التوحيد هو حق الله، وما معنى أن تجعل معبودك واحدا، والاتباع حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن تجعل متبوعك واحدا. ولهذا جمع الله عز وجل الأمرين في آية واحدة، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن إذا لم تفرد الله لا يحبك الله ولا يغفر ذنبك، إذا لم تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع لا يحبك الله ولا يغفر ذنبك، مهما تعبدت لله، مهما تعبدت لله. لذلك لا بد أن تتحقق يا عبد الله من أي عمل تعبدي قبل القيام به، تتحقق هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل دعا إليه، هل أقر أحدا من الصحابة عليه، لا يوجد في هذه الثلاث أحدا من هذه الثلاث أتركه فهو شر. يقول قائل كيف شر وأنا أرى علماء كبار يفعلونه، علماء كبار يفعلونه، هل العلماء حجة على الله؟ لا، الحجة عند الله هم الرسل، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الحجة فيما جاءك به الرسول لا فيما أخذته من علماء بشر يصيبون ويخطئون ويستميلهم الشيطان، وكم من العلماء استمالهم الشيطان على رأسهم علماء بني إسرائيل، كانوا علماء عندهم علم كثير لكن ذمهم الله، ذمهم الله. قال مثل الذين حملوا التوراة، حملوا بمعنى أعطوا التوراة وعرفوا ما فيها وتعلموا لكنهم ما عملوا،
ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، علماء لكنهم ليسوا عاملين، ليسوا عاملين على الحقيقة، عاملين بعمل لم يأمرهم الله به، كما قال الله عز وجل رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوها من عند أنفسهم. إذن يا عبد الله، السلامة والنجاة ليس في اتباع الأكثرية وليس في اتباع الأقدمية، لكن هؤلاء قال المشركون أنهم وجدوا آباءهم الأقدمون يفعلون هذا، لكن هل أقرهم الله أم ذمهم؟ ذمهم، لأن الدين لا يؤخذ بالأقدمية ولا بالأكثرية. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهو النبي، ليس بالأكثرية. لا تحاججني بالأكثرية، أكثر الناس يفعلونه، لا، ولا بالأقدمية، انظر مئات السنين وهو يفعل. هذه ليست حجج عند الله، الحجة عند الله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقط لا غير، لا يقبل عند الله إلا هذا، لا يقبل عند الله إلا هذا. إذن يا أخي في الله، لا تعمل أي عمل تعبدي. طيب قد يقول قائل لكن الآن ما عليك تطير في التعبد؟ نعم، هذه عبادة، هذه عبادة قلبية، خوف. التطير ما هو؟ أن يخاف الإنسان من فعل شيء بسبب عوامل أرضية أو حتى علوية، عوامل ليست هي مما بيّن الله عز وجل أنها مؤثرة أو سبب، ليست كذلك. فهو صرف شيئا من أعمال القلب لغير الله، وأعمال القلوب لا يجوز أن تصرف إلا لله، أعمال القلوب لا تصرف إلا لله وحده فقط، الحب والخوف والرجاء والخشية والإناب هذه ما تصرف إلا لله، إلا لله. إذن هذا الذي يتشاءم ويتطير يدخل في باب الشرك، والشرك أكبر وأصغر، والطيرة يكون فيها شركا أكبر ويكون فيها شركا أصغر، يكون إذا اعتقد أن هذا الأمر الذي تطير به أصل الطيرة مأخوذة من الطيور، لأن العرب الأولين قبل الإسلام كان إذا أراد أحدهم أن يقوم بأمر ما له شأن كتجارة أو زواج أو سفر أو نحوه خرج، فإذا رأى الطيرة هشها فينظر، إن طارت يمنه استبشر وأقدم، وإن طارت يسره تشاءم ورجع ولم يقدم، ثم انسحب هذا العمل على أشياء كثير. صار الآن الناس إذا خرج ورأى كفر السيارة ليس فيه هواء قال هذا السفر ليس فيه خير من أولها، من أولها جاء يشغل السيارة أبد تشتغل تحتاج بطارية قال هذا شؤم، خرج رأى طائر أسود قال اليوم ما نفتح الدكان هذا شؤم، هذا شؤم. زاره صديق فحصل ذلك اليوم أنه وقع هو وانكسرت رجله قال هذا نحس، لا عاد يجيني هذا، هذا نحس، هذا نحس. هذا كله من الطيرة والتشاؤم، ويدخل هو شرك، لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، قد يكون أصغر إذا اعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة لكن بأمر الله، وهي لا تأثير لها، لا تأثير للطير ولا تأثير للكفر ولا تأثير للبطارية ولا تأثير لفلان، ولا بعضهم بالأسماء يتشاءم بالأسماء، وبعضهم بالأرقام والرقم 13 لا 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 هذا ما أبغى، ما أبغى. راح إلى شركة أو إلى دائرة من الدوائر والمعاملة بالطلب بالرقم، خرج له رقم 13 قال لا اليوم بطلت أجي بكرة، أن 13 هذا معناه المعاملة ما تمشي خلاص، معناه هذا سيء لأن هذا نحس، هذا شرك يا أخو، هذا شرك، وهذا ما يريده ويطمح له الشيطان،
يريد أن تعتقد أن غير الله يؤثر، أن الله غير الله يصنع ويقدر، وهذا شرك يا إخوة، ينبغي الحذر منه. إذا اعتقد أنها تؤثر حتى من غير إذن الله فهذا شرك أكبر، مخرج من الملة، محبط للعمل. فينبغي الإنسان يحذر يا إخوة. ما علاجها؟ جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان أرشد إلى أن العلاج منها إذا وجده الإنسان، أصلا كما قال ابن مسعود يعني كل واحد منا يقع في نفسه، لأن الشيطان لم ينزع حظ الشيطان من قلب أحد إلا من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء جبريل ومعه ملك ومعهم طست من ذهب من الجنة وماء زمزم، فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وشق جبريل صدره وأخرج قلبه وأخرج منه العلقة التي هي حظ الشيطان. أما باقي الناس كلهم عندهم هذه العلقة، حظ الشيطان موجود، تجده معك مع زوجتك، أنت أحيانا يأخذك حظ هذا حظ الشيطان فتظلم زوجتك والزوجة تظلم زوجها، أحيانا مع ابنك، أحيانا مع جارك، مع أبويك، مع الناس، هذا واقع، هذا واقع. لكن كيف نتخلص؟ إذا وجدنا هذا الشعور بالشؤم نقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، مباشرة يزول عنا، مباشرة يزول عنا. هذا هو الذكر الذي يذهب أثره في القلب، أثر التشاؤم، ويذهبه بالكلية. لكن ينبغي أن نتعلمه، لأن أنا متأكد أكثر الناس اليوم ما يعرفون هذا الذكر ولا يقولونه، لكن الواجب أن نتعلم الأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس اليوم يخلطون في باب الأذكار، تخرج الآن السوق واثنين يتضاربون وجمهر حولهم، إيش يقولون؟ كل واحد يقول يا أخي صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. الصلاة على النبي من أعظم العبادات، لكن ما تنفعنا في هذا المقام، ما تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيش نقول في هذا المقام. قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذاب عنه ما يجي. الشيطان جاءنا وأقنعنا إنه هو يحب النبي، ما يحب النبي. طيب ليش جاءنا أقنعنا إنه نقول صلى على النبي؟ حتى ما نحل المشكلة، حتى ما نحل المشكلة، هو يريد المشكلة تزيد، يريد أن هذا الغضبان يزداد غضبه ثم يضرب ذاك فيقتله ثم يقتل هو فيقل اثنين من عباد الله في الأرض، هذا قتله صاحبه وذا قتله السلطان لقتل صاحبه، فنقص اثنين من العباد في الأرض. شوف إبليس كيف يعمل، خطط إبليس مو مثلنا ترى، لحن مساكين سندويتش وعصير ونسكت ونسكت، خلاص نسينا التعب حق اليوم كله اللي تعبنا، هو ما عنده أبدا يأس، شغال إبليس لأنه ما عنده. تحسبه إبليس يروح البحر يتمشى؟ والله ما يروح، والله ما يروح يتمشى، حتى لو راح البحر يروح هناك حتى يصطاد البشر، يوقعهم في الآثام، ما عنده لحظات فسحة ونزهة وزينة وراحة أبد، حتى في الليل وأنت تنام يجي، يجي يعقد على أذنك نم عليك ليل طويل، وينسيك الذكر عشان يبول في أذنك، خبيث. طيب أنت تعرف أنه خبيث، كيف تأخذ منه الوصايا والنصايح؟ كيف يا إخوان؟ ما يصلح. لذلك يجب أن نتعلم ديننا من مصادره الصحيحة، تلقاه من مصادره الصحيحة. بعض الناس يصيبه شيء من المرض، قال أنا عندي عين، أنا عندي حسد، ولا كثر هذا إلا في الآونة الأخيرة. طيب هذا ما كان عند الصحابة؟ الصحابة ما كانوا يمرضون؟ كانوا يمرضون، ما أحد قال عندي عين عندي حسد. ثم ماذا؟ يجيه إبليس، شوف روح للشيخ الفلاني، هو لا شيخ ولا شيء، عند الله ما هو شيخ، لابس جبة وعنده لحية لكن ما هو شيخ، دجال يأخذ أموال الناس بالباطل، يقول روح له، فيروح له، فيقوم إبليس يخرج منه، هو كان مأذيه إبليس. فلما ذهب هناك وذاك تمتم عليه قام نشيط، واللي قاعدين قالوا والله رأيناه قام نشيط، والله إنه هذا يصير من عقد في قلوب الناس إن هذا الشيخ بس هذا هو اللي يبرئ ويشفي ويشيل الجن ويشيل العفاريت، هو كذاب، هو كذاب.
لكن الشيطان يسول ويلبس. فينبغي علينا أن نعرف عدونا من هو، ما هي حيله، كيف طرقه، حتى نحتاط لأنفسنا. يا أخي والله خسارة الدنيا كلها لا تساوي خسارة لحظة مع الله، لأن الإنسان إذا خسر لحظة لا يضمن أن تكون فيها عقوبة الله العاجلة فيقضى عليه، فيقضى عليه. لذلك الله عز وجل يقول إيش؟ يمد لهم في طغيانهم يعمهون. قد تكون تلك هي اللحظة التي يتركك الله ويمد لك في طغيانك فلا رجوع. لذلك يا إخوتي في الله ينبغي الحذر، لا تشاؤم لا بأشكال ولا بأشخاص ولا بأماكن ولا بأيام ولا بأوقات ولا بأعداد ولا بطير ولا بغيره، وإنما نتوكل على الله، نتوكل على الله. وإذا خرجت من بيتك احفظوا هذا يا إخوة، تريدون الحفظ احفظوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم علمناه في صحيح سنة أبي داود، إذا خرجت أول ما تفتح الباب قبل لا تخطو قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة؟ صعبة يا إخوة، والله تكفيك. بالحديث قال فيقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. ما معنى تنحى الشيطان عنه؟ لأنه حرامية في السوق اللي ينشل ويسرقوا قاعدين شغالين، لكن فجأة الدورية جت، ايش يصير فيهم؟ يقدر يمد يده؟ ما يمد يده، خلاص يقعد يخلص. هكذا إبليس إذا قلت هذه الكلمات ما عاد يستطيع يقربك، لا بوسوسة ولا بأذى ولا بشيء. تنهت بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة، ولا عاد يجيك هذا التشاؤم ولا التطير ولا يجيك شيء، لأن خلاص أنت محمي، أنت في حماية الله، يرصد لك الله ملك ماشي معك. إذا جيت تنام توضأ، بس ما هو مطلوب من غير تتوضأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يعني قبل أن ينام بات في لحافه ملك معك تحت البطانية تحت الشرشف، ملك معك. طيب ليش ما عنده مكان ينام؟ لا مو بينام الملك، لكن هو هناك يمنع عنك الشيطان، لا يجي يعقد على إذنك عقد ولا يبول في أذنك ولا يوسوس ولا ما يقدر. حتى لو في ساحر أرسلوه ما يقدر يقرب منك. في حديث دعاء الخروج في سند آخر طريق أخرى أن الشيطان يرجع فيلقاه شيطان آخر، هذا الشيطان جاي متعشم أنه يأخذ حظه منك، فيقول له ذاك الشيطان ارجع فقد كفي ووقي وهدي، ارجع يقول له خلاص مالك ما راح تلقى خير منه. لذلك يا إخوة ينبغي أن نتعلم فقه الأدعية والأذكار ونأتي بها كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نخترع ولا نغير. بعض الناس أراهم يغيرون إما في موضع الذكر أو في صيغة الذكر، وهذا غلط. أنا أرى في المساجد كثيرا بعد الصلاة الفريضة يستغفرون ثلاثا ثم يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 ويقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يقرؤون آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين إلى هنا. طيب هذه السنة، ثم بعد ذلك يأتون بأمر عجيب ويمسح. من وين لك هذا؟ قال هذا طيب. من قال لك أنه طيب؟ من اللي قال لك أنه طيب؟ إبليس اللي قال لك. تصدق إبليس يقول لا يا أخي مو إبليس أنا مجربه. إيه هذه التجربة إبليسية، الدين ما يأخذ بالتجارب. أي شخص شيخ ولا غير شيخ يقول لك هذا خذه هذا مجرب أرميه بالزبالة، لا تأخذه منه، لا تأخذه منه. والله لو خير لدلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تشك أن الرسول ما يريد لك خير؟ كيف هذا؟ كيف يكون خير والرسول ما يدلنا عليه؟ كيف يجي يكتشفه فلان؟ هذا اكتشفه، لا هذا غير، رأى واحد فعل هذا الأمر وسواه. أنا ناقشت واحد قال لي يا أخي ثبت في الحديث، قلت تمام أعطيني الحديث. قالت عائشة كان إذا أوى إلى فراشه، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه
فنبذ بهما، ثم قرأ الإخلاص والمعوذتين، ثم مسح بهما رأسه ومستقبل من جسده. قلت طيب الآن أنت في فراشك، أنت في فراشك ولا في المسجد؟ أنت في المسجد، ما أنت في فراشك. إذا صرت في فراشك افعلها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ آية الكرسي، قرأ الإخلاص والمعوذتين. أنت قرأت آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، إذا زدت على الرسول. ما يصلح، ما يصلح يا إخوة. لا يجوز، أنا ما أقول يعني فقط من باب الأفضل، لا، بل حرام. لا يجوز أن تغير ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في باب الأذكار خذوا هذا، علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه، علمه ذكر النوم، قال: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال له: أعد يا براء. أعد، شوف حفظ ولا ما حفظ. أعاد البراء تماما كما قال عليه وسلم، حتى وصل: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال: وبرسولك الذي أرسلت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، على صدر البراء، ضربه على صدره، قال: وبنبيك الذي أرسلت. لا تغير. طيب إيش الفرق بين النبي ورسول؟ الرسول أعظم من النبي، كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، لكن علمك كذا افعل هكذا، لا تغير لا في كلام الذكر ولا في مكانه ولا زمانه. ما يصلح، ما يصلح يا إخوة. نحن في دنيانا ما يصلح، في دنيانا ما يصلح. طيب أنا ببسطها معليش، أحيانا أخرج خرجات عامية كذا خفيفة حتى تفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى مع الصحابة يأتي بالأمثلة من واقعهم حتى تفهم. الآن تبغى تطبخ لك أنت كبسة، حطيت الزيت في القدر، ثم جبت الطماطم قطعتها ورميتها، بعدين تحط البصل، هذا صح كذا الطريقة؟ غلط، كلكم حتقولوا غلط. أول شيء يحطوا البصل لأن يحمر، بعدين يحطوا الطماطم، صح ولا لا؟ إذا ما مشيت بهذه الطريقة حتخرب الأكلة، حتخربها. فأنت لابد تمشي على ما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والنبي ما أرسل، ترى يا إخوة والله ما أرسل بلا سبب بلا داعي بلا هكذا عبث، لا، أرسل ليكون قائدنا إلى الجنة، ولن يدخل أحدنا الجنة إلا من ورائه، والله ما أحد يدخل حتى معه، حتى أبو بكر الصديق لن يدخل معه هكذا من ورائه، أولا محمد ثم كل أحد من بعد، حتى الأنبياء لن يدخلوا معه بل من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيجب يا إخوة أن لا نخدع ويضحك علينا وأن هذا خير وهذا خير، لا يوجد خير في الدنيا إلا ما جاء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير الوحيد، هذا هو الخير الوحيد، غيره ليس خير حتى لو بدا لنا أن فيه خير. لذلك أقول: إذا أردنا السلامة في الدنيا، وحتى لا يتركنا الله لأنفسنا، لأن الله عز وجل لو رأى منا إعراضا عن هدي رسوله تركنا، وإذا تركك الله عبثت بك شياطين الإنس والجن، والله يجننوك يبهدلوك، ما عندك وقاية، ما عندك حصانة. لكن إذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنك في حصانة عظيمة ليست حتى تحصل للملوك ولا للسلاطين ولا للقواد الجيوش، ما تحصل لهم، لأن هؤلاء بشر، حصاناتهم من بشر. أما الذي يكون مع الله حتى لو كان عبدا فقيرا أو كان ملكا كبيرا، إذا كان مع الله تحصل له حصانات من كل شيء، من كل شيء، ما يستطيع أحد يضره، ما يستطيع أحد يضره. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الموحدين المتبعين لسيد المرسلين، وأن يباعد بيننا وبين الشياطين وأذى الشياطين ونزغات الشياطين وأعوان الشياطين. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم متوكلين عليه حق التوكل، معتمدين عليه في كل شؤوننا. نسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهله وخاصته، وأن يدخلنا برحمته جنته، وأن يغفر لنا ذنوبا أثقلتنا في المسير إليه،
ويتجاوز عن سيئات حجزتنا عن القدوم عليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.